نرحب بكم مجددا مع آية قرآنية وشرح مدلولاتها. سورة الطارق وترتيبها 87 في القرآن الكريم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إذا الطارق وما معنى الطارق؟ هو الحدث المفاجئ الذي يأتي بغتة دون أي تحضيرات أو أي يعني فجأة، كما يطرق بابك أحدهم ليخبرك خبرا ما مفاجئ، فكذلك الطارق هو حدث مفاجئ. والقرآن يتساءل، وبنفس الوقت من خصائص القرآن أن تشرح الآيات وتفسر بعضها، يعني السابق يعني اللاحق يفسر السابق. وما أدراك ما الطارق هو أن إذا النجم الثاقب، هذا تفسير للطارق، إذا الحدث المفاجئ الذي سيطرق على هذا الكوكب وعلى الناس جميعا، وهو ابتلاء يشمل كل سكان الأرض كل ما فيها. هذا الحدث الطارئ والمفاجئ الذي لا أحد يعلم توقيته هو نجم ثاقب. نعم، هو نجم يسقط على الأرض ويأتي مفاجئ، وهذا الحدث تماما يشبه أهوال القيامة، أو هو جزء يعني يأخذ جزيء من أهوال القيامة. حدث طارئ مهيب مذهل، وقد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه الصحابة هذا الحدث المذهل. قال ابن مسعود: قلنا يا رسول الله وما الصيحة؟ قال: هدة تنقذ النائم وتقعد القائم وتخرج العوائق من خدورهن في ليلة من سنة كثيرة الزلازل، فإذا صليتم الفجر في يوم الجمعة فانتحوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا قواكم وقولوا سبحان الله القدوس، وفي رواية أخرى: وسدوا آذانكم واسجدوا، فإذا أحسستم الصيحة فخروا لله سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، فإن من فعل ذلك نجا ومن لم يفعله هلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أسماها الصيحة والهدة. إذن هو حدث عظيم شديد طارئ يحدث على الأمة أو العالم بأسره، لدرجة أن النائم يستيقظ من وهله والقائم يقعد من شدة ذهوله، والنساء العوائق يخرجن من خدور النساء يخرجن ويصحن في يعني من بيوتهن من شدة الخوف والهلع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا طبعا أحداثه في ليلة من سنة كثيرة الزلازل، هذا يعني ما يعني تسبق حدوثه، إذا سنة كثيرة الابتلاءات من الزلازل، فإذا صليتم الفجر في يوم الجمعة، إذا هو يأتي فجرا في يوم الجمعة، توقيت هذا فجرا يعني في المنطقة العربية، لكن أكيد سيكون يعني مساء عند البلاد يعني البعيدة في توقيتها يعني. فانتحوا بيوتكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأمور عملية وأمور روحية روحانية علينا أن نفعلها، إذا عمليا وروحانيا. العملية: انتحوا بيوتكم يعني إلزموا بيوتكم، نغلق الأبواب واغلقوا أبوابكم، سدوا قواكم، إذا نغلق الأبواب ونسكر النوافذ وكل المنافذ الصغيرة والفتحات يجب إغلاقها، ثم ونجلس وسدوا أذانكم، نسدوا أذاننا ونجلس وفي حال وضعية السجود، ونقول فإذا أحسستم الصيحة فخروا لله سجدا. إذا السجود رقم يعني يأتي بعد الترتيب أو بعد العمل المادي، أنه نغلق الأبواب ويعني هذه الأمور، إذا نسجد ونقول سبحان القدوس وسبحان القدوس ثلاث مرات أو ربنا القدوس. فإذا هنا تسبيح وتنزيه الله عن كل ما هو يعني تسبيح الله وتنزيهه، والقدوس هو اسم من أسماء الله أيضا، أيضا القدوس إن الله عز وجل تقديسه ورفعه عن النقص وصفات النقص والعيب، وإذا تقديس الله، إذا إجلال الله وتقديسه وتسبيحه، و من فعل ذلك نجا ومن لم يفعله هلك. إذن هناك صفات أو أفعال مادية علينا أن نفعلها، وهناك أفعال روحانية بأن نسجد، هنا السجود
قمة العبودية تتجلى في السجود. إذا السجود شيء روحاني عظيم، إذلال الإنسان لربه، وهو الإذلال المعز له. يعني عندما نذل إلى الله فإن الله يعزنا وينجينا ويرفعنا، وهو حق العبودية أن يعطيها الإنسان كعبد يحسن التوجه إذا للخالق. هو يعني جل العبودية تتجلى في هذا الإذلال الذي من شأنه يعني عز للإنسان، أنه التوجه الحقيقي للخالق. إذا السجود جهة روحانية ومن جهة مادية، أنه عندما تسجد فإن الطاقة والشحنات تتفرغ، السلبية تتفرغ في الأرض، لأنه هذا الحدث العظيم وهذا الانفجار الذي هو مهيب ومذهل، لابد أنه له من الغازات السامة والأضواء السامة، فإنه إذا ما دخلت في يعني استنشقها الجسم ودخلت إلى الجسم، فإن هذا السجود إذا هو يفرغ هذه الشحنات والسموم والطاقة السلبية، سواء من السموم التي دخلت من يعني الطاقة والإشعاعات، وهذه السموم التي دخلت في الجسم يفرغ شحناتها في الأرض. إذا هو جزء هذا العمل أو هذا السجود هو عبادة روحانية وتقرب إلى الله، و إذلال وخضوع الإنسان لربه، وهو الإذلال الذي يعز الإنسان، لأنه أنت الإنسان مخلوق وعبد لله عز وجل، والخالق يستحق هذه يعني التنزيه والتسبيح. كذلك هو عمل مادي أيضا، أنه أنت كمان بتحقق نجاتك، تسعى إلى هذه النجاة من خلال تفريغ الشحنات والطاقة السلبية في الأرض. إذا من فعل ذلك نجاة. إذا نجاة المؤمنين علينا، إذا توعية أبنائنا يعني أهمية السجود في كل حدث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن الكريم شديد البلاغة سماه والسماء والطارق. ما يعني السماء؟ طبعا الواو والقسم، أنه هذا الحدث سيأتي من السماء، والطارق طارق حدث يطرق يعني مفاجئ، حدث مفاجئ. إذا هذا الحدث المفاجئ يأتي من السماء، ولذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البلاغة ومن العلم، العلم الذي علمه شديد القوى وما ينطق عن الهوى، عندما قال في الأحاديث وفي الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، قال استعيذ بالله، يعني من الاستعاذة بالله أن نقول أعوذ بالله من طوارق الليل والنهار. هذا دعاء لابد من تفعيله، أن يعني دائما عندما بعد صلاة الفجر أن ندعو ونسبح ونستغفر ونقول أعوذ بالله من طوارق الليل والنهار، عفوا والنهار. أيضا من الأدعية الكثيرة حقيقة، أنه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا طوارق الليل والنهار، الطارق مرة أخرى هو الحدث الذي مفاجئ يأتي. الآن هل أحد يستطيع التنبؤ في هذا الطارق أو الحدث المفاجئ؟ لا نستطيع، لكن هناك علامات تدل عليه في أيامنا هذه، إن المجال المغناطيسي أو يعني ما يحدث الآن على الأرض الواقع هو انعكاس المجال المغناطيسي وانعكاس أقطابه، بمعنى إن القطب الشمالي يصبح جنوبي والقطب الجنوبي يصبح شمالي. هل هذا أمر طبيعي؟ نعم، كل 450 سنة يحدث بشكل طبيعي، وآخر انعكاس حدث كما حدده العلماء في العصر الحجري وعصر الديناصورات التي اختفت من إحدى تنبؤات العلماء، أنه حدث جلل حدث، وبأنه كوكب أو نيزك أو شيء من الطوارق، يعني الطوارق أو النجم سقط على الأرض وأهلك هذه الديناصورات. ما العواقب التي تلي الانعكاس؟ يعني الانعكاس قلنا أنه أول ما يحدث في أنواة، ثم نواة الأرض، ثم بعدها ينتشر إلى يعني سطح الأرض. الآن هل نحن نشعر بهذا الانعكاس؟ نشعر بالانعكاس، لكن الانعكاس الآن أن القطب الجنوبي تحرك إلى القطب الشمالي، والآن الشمالي يتحرك حتى سيبي سرعة متزايدة وسرعة مخيفة حقيقة. حتى العلماء يعني قالوا أن هذه السرعة في ازدياد، يعني كل يوم تزيد عدة كيلومترات هذه الزيادة، يعني هذه الزيادة المضطردة، أنه الآن من سيبيريا ونزولا إلى القطب الجنوبي
في إبدال أو انعكاس هذه الأقطاب. هذا التسارع والازدياد ينبئ بعلامات ليست جيدة حقيقة. لماذا هل نحن نشعر بهذا الانعكاس رغم أن انعكاس الأقطاب يسير من تحت أقدامنا ونحن لا نشعر به؟ هل نشعر به؟ لا، نحن لا نشعر بهذا الانعكاس، ولكنه يؤثر على الملاحة. فكل فترة أصبح يجددون البوصلة، يعني الاتجاهات شمالا وجنوبا، يحاولون أن يعني يعدلون التوقيت، يعدلون البوصلة الذين يعملون في الملاحة وتحديد الاتجاهات شمالا وجنوبا. لكن نحن أيضا لا نشعر بها، لكن لها دور ومهم في يعني جذب. كما أن المغناطيس يجذب الأشياء، فكذلك لها لقوة المغناطيس الأرضي لها أهمية في يعني في الغلاف الجوي، يعني تثبيت الغلاف الجوي بطريقة ما، إنه إبقاء الغلاف الجوي الذي يحمي الأرض من الإشعاعات الضارة. فزوال أو انقلاب أو انعكاس هذا المغناطيس الأرضي يعني يضعف الغلاف الجوي، بمعنى أنه الغلاف الجوي غير قادر على حماية الأرض من الإشعاعات. هذا يؤدي إلى نتيجة حقيقة، وهي أنه تكون الأرض يعني المجال المغناطيسي هو الدرع الذي يحمي الأرض من الإشعاعات الشمسية والعواصف الشمسية، وكذلك النجوم التي قد تسقط أو إلى آخره. هذه يعني أيضا هو يعني هذه العواصف الشمسية كذلك تمحو التكنولوجيا بثواني معدودة، يعني بمجرد انعكاس الأقطاب فإن التكنولوجيا جميعها تمحى ومن خلال عاصفة شمسية واحدة. لأنه نحن نعرف أن الشمس هي عبارة عن توهج ضوئي ومليء بالكهرومغناطيسية والأمواج، يعني فهذه تمحو تكنولوجيا الأرض بثواني، يعني لا هواتف ولا تلفزيونات ولا تلفونات ولا أي نوع من أنواع الطاقة التي تسير عليها، لا أسلحة ولا أي شيء. يعود الإنسان يعني بدون كل التقنية التي صنعها الإنسان بقرون تختفي بثواني. يعود الإنسان فيش تواصل إلا يعني كما قديما كان التواصل. ففي هذا توقيتا يعني عندما يعني تنعكس الأقطاب، هناك النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم نبأنا بأن هناك طارق يطرق على هذه الأرض وهو نجم ثاقب، وهذا النجم يسقط كالهبة، يعني كما تماما كما تسقط بناية أو عمارة وأضخم من ذلك، لكن هذا الصوت يسمعه جميع أهل الكرة الأرضية دون استثناء، لكن بدرجات متفاوتة الكل يحس به، لكن وكأنه سواء الجميع يشعر به، يعني الصوت والأداء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من النظر إليه سواء من النوافذ أو نشاهد أو كذا، لا، لابد من أخذ الاحتياطات المادية من تغليق الأبواب والنوافذ والإبقاء في البيت وكذا والسجود. ثم إذا الخطوات العملية والروحانية كذلك سريعا دون أن نحاول أن نرى وكذا، إذا هناك خطوات سريعة لأنه أقرب ما يكون من مشاهد يوم القيامة، لأنه في نجاة وفي هلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وفسر القرآن الكريم بطريقة أو بأخرى كل مناحي الحياة، يعني كل صغيرة وكبيرة وجدت لها مدخل ومخرج في الشريعة والسنة النبوية، كذلك القرآن الكريم. إذن لابد من الأخذ يعني أن نعلم أبناءنا وكذا. عودا على بدء المجال المغناطيسي، المجال المغناطيسي كنا في حال انعكاس أقطابه شمالا وجنوبا، هذا الانعكاس يحدث ضعف في الغلاف الجوي الذي بدوره هذا الغلاف الجوي يحمي الأرض من الإشعاعات. إذن هل يمكن التنبؤ؟ يعني يمكن إحنا لا نستطيع أن نتنبأ متى يحدث، لكن الأمر يحدث بوتيرة سريعة للانعكاس. هل العلماء الذين يراقبون الملاحة يستطيعون التنبؤ بحدوث هذه الطارق أو الهبة أو الصيحة؟ لا، لا أحد. لماذا سمي طارق؟ لأنه حدث مفاجئ، لأن الله وحده هو من يعلم بحدوث هذا الطارق وهذا الحدث المفاجئ. فلذلك الاستعداد له بأن نعلم أبناءنا من اليوم أشرف العلوم وأرقاها، علوم القرآن الكريم والسنة النبوية والإرشادات صغيرها وكبيرها، هذه أشرف العلوم وأفضلها.
من يعني مما نرى أبناءنا اليوم يتهافتون عليه من التوافه، ولذلك يعني كل شيء في هذه الحياة سواء من ملبس مأكل مشرب كلها وسيلة لا غاية. غاية الإنسان حقيقة في هذه الأرض أن يعبد الله ويتوجه الاتجاه الحق الصحيح. إذن لذلك يجب أن نقول اللهم لا تشغلنا في الوسيلة عن الغاية ولا في السفاسف عن الأمور العظيمة، لأن كل شيء يعني طبعا الحياة تحتاج إلى أولويات ومقومات لتقوم عليها، لكن لا نجعل هذه المقومات ملبس ومأكل وكذا نجعلها غاية وجودنا، بل هي وسيلة لوجودنا من أجل أن نقوم بدورنا الحقيقي الإنسان من إعمار وكذا توجه حقيقي للعبودية. أنت يعني لما تطعم طائر أو تطعم حيوان أو تسقيه فأنت هنا تتعبد إلى الله، يعني بالإضافة إلى العبودية أنك تصلي وتصوم أداء الفرائض، أنت عندما تحسن إلى جارك أنت تتعبد إلى الله، أنت عندما تغطي ابنك ليلا وابنتك ليلا وهما يعني نائمون وتتفقد فراشهم وتغطيهم ليلا فأنت تتعبد إلى الله، عندما تكتم سر صديق وتكتم ما رأيت فأنت تتعبد إلى الله، أنت عندما تستر على يعني رأيت شيئا يعني حدث أمامك شيء يعني فاضح وكذا وسترت على الشخص الذي فعل هذا فأنت تتعبد إلى الله، فالذي يستر على المؤمن يستره الله يوم القيامة، وأنت عندما تبكي بالليل خشية الله فأنت تتعبد إلى الله، لأن سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، عين بكت في يعني خشية الله. أيضا عندما تقف أنت كجندي وتدافع عن هذا الوطن وتحميه ليلا ونهارا فأنت تتعبد إلى الله، لأنك تحرس هذه الأرض ومن السبع الذين يظلهم الله. أنت عندما تقرأ في هذا القرآن مساء سورة الملك فأنت تتعبد إلى الله، أو سور القرآن كلها. فإذا كل حياتك عبودية، كل مساعين في هذه الحياة، عندما تأكل هذا الطعام لتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فأنت تتعبد إلى الله، لأن هذا الطعام وسيلة كي يقوي بدنك على العبادة، كي يقوي بدنك على إحسان إلى أهلك، وعندما تصفح وأنت قوي تصفح عن ابنك الضعيف أو الشخص الضعيف فأنت تتعبد إلى الله. إذا العبودية بشكلها الضيق وهي العبادة بينك وبين الله وعلاقتك، والعبادة بمعناها الواسع وهي علاقتك مع الآخرين. إذا السماء والطارق، عودا على بدء، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إذا هذا الحدث المهيب، هذا الذي هو جزء من مشهد من مشاهد القيامة المذهل الذي له مسميات الصيحة من ضخامته ورهبته والهد كذلك، علينا إذا الاسترشاد أو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل يعني حذافيرها، وتعليم أبناءنا هذا العلم العظيم الذي يليق بنا ويليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلمه.